قبل ما حضرتك تشوف الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الأهلاوية على اليوتيوب. مشاهدة طيبة. أتمنى إن أنا أتكلم في حاجة غير عن الماتش بتاع النهاردة عشان مركزين فيه قوي، حتى واحنا محللين او احنا كجمهور مركزين فيه قوي قوي قوي. بس في حاجه لفتت نظري، دي يعني مش عايز اقول عيب في حقنا، ده عيب في حقنا بصراحه. الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه مبالغ فيه جدا 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 وغير حقيقي، مش حقيقه خالص، وتحول لمزايدات. يعني مش عايز اقول فيها حاجات تخطط الحدود، ومش جمهور النادي الاهلي اللي بيعمل كده، ولا احنا كعادتنا سواء كلعيبة نادي اهلي كمجالس ادارات نادي اهلي اعضاء نادي اهلي او جمهور النادي الاهلي بيتكلم في الموضوع ده خالص، ولا بيثير. انا مش عايز اقول اشمئزاز، يعني ملوش في الكلام ده خالص جمهور النادي الاهلي. عايز اتكلم في موضوع الناس خدوه بعيد قوي. الناس مين اللي هم مش الاهلاوية راحوا القصة غريبة جدا، بعيد جدا 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 عن تفكير وسلوكيات واخلاقيات ومبادئ وقيم النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. قصة خيالية كده، البعض بيدعي فيها العنصرية ضد كابتن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك. بالتأكيد بالتأكيد لا توجد عنصرية وتنمر خالص في الرياضة المصرية على الاخص من النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. ده شيء مختلف تماما، عشان البعض بس بيحاول ايه بيداري بيه حاجات تانية، عشان العقوبة اللي حصلت اللي هي اللي من وجهة نظري مخففة جدا. قبل ما اتكلم في الموضوع ده واخش في التفاصيل، انا اولا من الناس كاهلاوي اللي مفيش خلاف على موهبة محمود عبد الرازق شيكابالا كلاعب كورة، مهاري وفنيات عالية مفيش كلام عليه. انا من الناس اللي بقدر فيه الحته دي قوي 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 كمان، وعلى عيني وعلى راسي كل حاجه الا حاجه واحده بس، التصرفات الغير الاخلاقيه المتكرره مع جمهور النادي الاهلي. كلنا شفناه في ماتش القمه الاخيره شيكابالا والحركه اللي عملها الجمهور النادي الاهلي الغير اخلاقيه، الحركه الغير اخلاقيه، تصرف اكيد ما يصدرش عن لاعب كرة مشهور بمثابة نجم، وما يصدرش كمان عن لاعب كرة مشهور بمثابة نجم في نادي بحجم نادي الزمالك. لكن للأسف بدل ما نشوف حد يقول مثلا عيب اللي حصل، لا الكلام ده غلط. انا بقى قريت حاجات غريبة جدا، اللي يقول لك ايه اصل هو ما كانش عايز يطلع دلوقتي. ده خلي بالك ده اللي قال كده مسؤول من مسؤولين نادي الزمالك، يعني حاجه مضحكه. قال لك ايه اصل هو كان بيشاور على الجزمه وبيقول لكارتيرون انت لو قعدتني كمان شويه هجيب جول برجلي دي، ولما شاور مره تانية قال له هجيب جول ايه. يعني حاجه ما تخش في الدماغ اصلا. ده غلط اللي حصل من شيكابالا، غلط، محدش يقدر يقول ان ده صح. حتى لو خلي بالكم اللي حصل مش تنمر، هتيجي تقول تنمر، ده انا هحكي لك على حاجات كتير جدا وعلى لعيبه كتير جدا. بقول لك ايه، تتكلم على لون عشان الجمهور النادي الاهلي شتم شيكابالا عشان العنصريه والتنمر عشان لون بشره. اذا كان احنا عندنا مستر موسيماني والطقم بتاعه كله لون بشره سمراء، احنا كان عندنا لعيبه كتير قبل كده، ما احنا عندنا اليو ديانج بشره سمراء، اجاييه بشره سمراء، احنا كان عندنا ربيع ياسين، محمد عباس، اسامة عرابي، تامر حفني. ازاي يعني؟ ولا تزعل، بلاش لعيبه النادي الاهلي، كل اللعيبه الافارقه اللي جولنا، جيلبرتو وفلافيو، كل اللعيبه الافارقه اللي جولنا، هم اصحاب بشره سمراء. بلاش دي. اصحاب البشره السمراء اللي في الزمالك اللي كان بيقدرهم وبيحترمهم جمهور النادي الاهلي وكان كمان بيشجعهم. من ايام يمكن انتم ما تعرف يعني الشباب بتوع اليومين دول ما يعرفوش الكلام ده. عمر النور، نوح ادم، كابتن طه بصري، كابتن ابراهيم يوسف، كابتن اسماعيل يوسف، عمرنا ما سمعنا حاجه زي كده. كابتن احمد الكاس لعب في الزمالك فتره، عمرنا ما سمعنا عنهم اي حاجه، ولا تنمر ولا عنصريه، بالعكس الناس دول محبوبين من جمهور النادي الاهلي وما زالوا محبوبين حتى الان. طب
مين بقى اللي بيدافع عن حاجات غير أخلاقية؟ أنا بقول الراجل ده نجم وموهبة، بس لازم النجم والموهبة والنجم ده تصرفاته على قد النجومية، بكل تصرفاته، بكل ما احنا بنقول عليه نجم ليه؟ عشان الموهبة بتاعته بس؟ لا، النجم نجم بكل تصرفاته، بكل تصرفاته جوه الملعب وبره الملعب. طب ما اللعيبة كلها ياما الشتم، اللعيبة كلها ياما الشتم، ومش شتيمة اللي هي شتيمة يعني مثلا واحد كان يضيع فينا فرصة، يا اخي بقى كان الجمهور، يا اخي بقى بطل قرف، هو عادي، انما رد الفعل هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، رد الفعل هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. تصرفاتك على قد نجوميتك، انت قدوة، قدوة لشباب كتير جدا. الدفاع بقى اللي هو عن شيكابالا الفترة اللي فاتت، كأن مثلا شيكابالا جاب دوري مثلا ابطال افريقيا للزمالك بالقاضية مثلا، حاجة زي كده يعني. حصل هجوم رهيب جدا جدا متبادل بين الحضور في المقصورة الامامية عند خروج شيكابالا، ماشي، والبعض وجه كلام او لوم لشيكابالا، ده وارد برضو جدا عادي، مفيش بتحصل طول عمرها بين اللعيبة والجمهور. ولكن اللي اتقال بقى، وان انت تاخدني في سكة تانية بتاع التنمر وتعصب للون والبشرة، لا طبعا، انا هنا خلي بالكم ما بدافعش عن جمهور النادي الاهلي او اللي حصل، انا بتكلم عن وقعة حصلت، وقعة اللي حصلت ما كانش فيها لا تنمر ولا تعصب ولا قلة ادب من جمهور النادي الاهلي شيكابالا. وخلي بالكم، ماشي، انتوا بتتكلموا على الماتش اللي فات، طيب تعال نرجع كده لورا شوية، هل دي اول مرة يحصل تصرف غير اخلاقي من محمود عبد الرازق شيكابالا لجمهور النادي الاهلي؟ لا طبعا، ده انا لو اجيب له ده ممكن يتعمل لنا شريط فيديو مثلا مدة ساعة. ده خلي بالكم، انا بتكلم على ايه؟ على تصرف لا اخلاقي عمله شيكابالا مع جمهور ايه؟ النادي الاهلي، مع جمهور النادي الاهلي بصورة تستفز الجماهير، كويس؟ الصورة دي بتزرع فتنة بقى بين جمهور الناديين، لان جمهور بيدافع وجمهور بيهاجم، وجمهور بيقول انا ما عملتش كده، وشيكابالا عايز ياخدنا في حتة تانية، واللي بيدافع عنه عايز ياخدنا في حتة تانية، وجمهور او الناس بتدافع وبتقول بالكذب ان ده حصل فعلا وهو ما حصلش اصلا. وجبت لكم امثله للعيبه في نادي الاهلي ولعيبه في نادي الزمالك بنكن لها كل احترام وتقدير حتى الان، انما انت كلاعب ما يصحش ابدا انك تتصرف التصرفات غير الاخلاقيه دي ابدا. هو خلي بالكم، هو ده اللي بيتكلم دلوقتي، مش ده جمهور الزمالك اللي من اسبوع، لو فاكرين ماتش الزمالك والمقاولين، سبوا الكابتن عماد النحاس مدير الفني للمقاولين العرب بأبشع الألفاظ، وكلنا كنا سامعينها. الراجل ما اتحركش من مكانه، كل اللي قاله راح جاي عامل لهم كده، رمضان كريم، ده تصرف. هي دي النجومية، مش النجومية بقول لكم ايه، حتى لو الجمهور اساء ليا، بس بعيد عن التنمر والتعصب، لان انا متاكد 100% ان ما حصلش من جمهور نادي الاهلي، بس هو ده التصرف اللي يخرج من نجم، يظهر من نجم، هو ده التصرف. طول عمرنا بنشوف نجوم كبار جدا الجمهور بيهاجمه مره واثنين وثلاثه وعشرة، مفيش مشكله خالص، ماشي، حقكم عليا، انا غلطان، مفيش مشكله، انما حتى انت كنجم لو في اساءة، اتعلمنا كده في الكورة، اتعلمنا كده، احنا اتعلمناها في النادي الاهلي، ما تردش الاساءة باساءة ابدا، ما تردش الاساءة باساءة، مع اقتناعي التام ان جمهور النادي الاهلي لم يسيء لشيكابالا في حتة تنمر او عنصرية، لا، مش النجومية انك تدخل في صدام مع الجمهور بمبرر او بدون مبرر، لا، لان حضرتك كنجم
اي كلمه منك او اي اشاره منك محسوبه عليك، محسوبه عليك. شفنا كم هجوم، مش عايز اقول بقى زايد عن الحد، من ذلك ويقول لك ان جمهور النادي الاهلي عمل كذا وكذا 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 وكذا، حاجات ما شفناش خالص، بيتكلموا على حاجه تانية بعيده خالص. طيب ماشي، وجمهور سعادتك، جمهور سعادتك اللي كان موجود في ماتش المقاولين، مش ده كان جمهور؟ عشان هم عمالين يقول لك ايه، اصل جمهور النادي الاهلي دخل ازاي ماتش الاهلي والزمالك؟ زي ما جمهور سعادتك دخل ماتش المقاولين، زي ما جمهور سعادتك دخل ماتش انبي. طب ماشي، محمد طلعت لو فاكرين لعيب الانتاج الحربي في ماتش الزمالك والانتاج، لما اتشتم بقى على الفاظ، وبقول لكم ايه بقى، احنا كنا سامعينها، ماتش كان مذاع وكنا سامعين اللي بيتقال من جمهور نادي الزمالك اللي كانت ماليه جزء من الملعب. مين دخل دول؟ طيب بلاش دي، دخلوا كده محدش شافه، كانوا لابسين طاقه لخفه. شفنا هجوم على اللعيب ده محمد طلعت من لعيبه الزمالك في الملعب، يا ريت كمان لعيبه الزمالك بس، والمدرب العام كابتن اسامه نبيل اللي المفروض ان هو قدوه. وشفنا كابتن اسامه نبيه عمل ايه مع محمد طلعت. وخلي بالكم اتحاد الكوره في الواقعه دي ودن من طين ودن من العجين، ما شفناش اي عقوبات. بصوا بلاش تحولوا الكلام عن مجراه، لان انا عايز اقول لكم حاجه، مش ده اللي حصل، يعني الادعاءات الكاذبه اللي حصلت دي، مش ده اسلوب جمهور النادي الاهلي ابدا ابدا، ولا لعيبه النادي الاهلي، ولا مجالس ادارات النادي الاهلي، ولا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، ولا رؤساء مجالس اداره النادي الاهلي على مدار الزمن، على مدار الزمن. ان انت بقى تدخلني في حاجه حصلت عادي وبتحصل عادي جدا 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 بين جمهور ولعيب من فريق الخصم، وتقول لي تنمر وعنصريه وبشره سمراء، ده كمان ايه؟ بقول ايه كمان؟ ده يعني لو حصل وده ما حصلش، وتفخم الموضوع وتزرع فتنه بين الناديين من لا شيء؟ لا طبعا، حاجه ما حصلتش وكلنا متاكدين منها. ما قلت لكم بالاسماء، قلنا لكم بالاسماء، سواء هنا في الفريق، في فرقه النادي الاهلي او فرقه نادي الزمالك، يا منجوم اصحاب بشره سمراء. يا راجل ده احنا اصلا المدير الفني بتاع النادي الاهلي صاحب بشره سمراء، مش هو لوحده، بكل الجهاز اللي معاه. انا كجمهور نادي الاهلي هحسمك عشان بشرتك السمراء؟ استحاله، ولا تحصل حتى، مش عايز اقول من مثلا عيل صغير مثلا يكون ما بيدركش، لا، ولا تحصل من اي حد من جمهور النادي الاهلي. مش دفاعا عن جمهور النادي الاهلي، ولكن دي الحقيقه. الحقيقه بقى ان اللي انت تسمعها مني بقى، الحقيقه ان اتحاد الكوره جامل سعادتك لما قرر ايقافك مباراتين بس. المفروض اللقطه دي اللي احنا شفناها المتكرره، طيب هنقول يا سيدي انت كاتحاد كرة او لجنة بقالك فترة بسيطة مش متكررة بالنسبة لك، اول مرة تحصل، عقوبتها ماتشين. ده اصلا يعني حتة الماتشين دي كانت صدمة لينا كبيرة جدا، ان بعد الحركة دي يتوقف شيكابالا ماتشين بس، مع احترامي الكامل لشيكابالا كلاعب كرة وكان نجم، انما فين لائحة العقوبات في اتحاد الكرة لمنظر زي اللي احنا شفناه دوت الماتش اللي فات؟ هل في لائحه؟ ما دي لو لائحه تبقى لائحه عقيمه جدا جدا جدا، لو على الكيف يبقى خلاص، يبقى اي لعيب بعد كده ممكن يعمل اي حاجه، ممكن يعمل اي حاجه، وانت كده مش بتزرع فتنه بقى، لا ده انت كده، انا بقول لاتحاد الكوره عقوبه هشه. هل في لائحه بكده؟ لو على المزاج انت كده دخلت نفسك في مشاكل كتير جدا بعد كده هتحصل وهتشوف.
طب تعالوا بينا امبارح ولا تزعل مش هنروح بعيد، مش امبارح كان في ماتش بين نادي الزمالك ونادي انبي؟ طيب كنا سامعين اعداد الجماهير ولا ما كناش سامعينها؟ كنا سامعين ان في جمهور كتير جدا في الملعب. الجمهور اللي كان في الملعب عملوا ايه؟ انا هقول لكم حاجه من الناس اللي الواحد بيقدرها جدا من لعيبه نادي الزمالك والقدام، كابتن حلمي طولان. واحنا بنقدر لعيبه كتير جدا من نادي الزمالك على مدار تاريخه، ولكن الكابتن حلمي طولان هتحدث عنه عشان هو كان المدير الفني لإنبي امبارح في ماتش الزمالك. الراجل خد كميه شتيمه وسباب وتجريح بصوره غريبه في امور شخصيه وغير مبرره وبعيد عن الكره خالص. طب ايه المطلوب من الكابتن حلمي يعمله علشان الراجل ده لما قام بيدي تعليمات للاعيبته؟ ما هو ده راجل بيحب شغله، ولو كان عندك في نادي الزمالك هيحب شغله برضه. ده بالعكس، ده فخر ليك ان ابن من ابناء دي من ابناء نادي الزمالك زي الكابتن حلمي طولان بيتسم بالصفات دي، بالاخلاقيات العاليه، بالسلوكيات الهائله في تعامله مع الناس. طيب انت بتشتم الكابتن حلمي طولان ليه؟ يعني احنا انا بتكلم، بص بقول لك ايه، هو الموضوع خارج عن نطاق، يعني انا المفروض بنتمي لنادي الاهلي، بس انا بتكلم واقعة قصاد واقعة. طيب فين الناس بقى اللي كانت على السوشيال ميديا وفي قناة الزمالك واللي تعرض له الكابتن حلمي طولان امبارح؟ اتكلمتوا عنه؟ والكابتن حلمي طولان من اكتر الناس احتراما، يعني انا على مدار التاريخ من ساعة انا ما اتولدت لحد النهاردة انا ما شفتش الكابتن حلمي طولان بيغلط في حد خالص. الراجل امبارح يعني، وده نادرا ما يحدث من الكابتن حلمي طولان، كان هيخرج عن شعوره، كان هيخرج فعلا عن شعوره. ما شفناش بقى حد من الزمايل الافاضل اللي في قناه الزمالك ومدعين الفضيله على السوشيال ميديا قال ان ده غلط. حتى الكابتن حلمي في المؤتمر الصحفي استغرب، قال انا مش عارف الناس دي عامل لها ايه، الناس دي عايزه ايه. وبعدين تيجي تبص على السوشيال ميديا تلاقي كم كبير جدا 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 من الفيديوهات لشيكابالا بيتعرض لشتايم ولفتات. منين بقى؟ هقول لكم انا منين؟ من جمهور نادي الزمالك والمسؤولين بتوع نادي الزمالك. وياما دخل في اشتباكات مش مع جمهورنا احنا، مش مع جمهور نادي الاهلي ولا جمهور الخصم، اي خصم ولا جمهور الانديه الثانيه، لا ده اشتباكات وسباب ومش عايز اقول مشاحنات كمان يعني زايده عن الحد باسلوب مش كويس. فيديوهات موجوده، فيديوهات موجوده مع جمهور نادي الزمالك نفسه. انا ما بقولش حاجه من عندي، كل ده موثق وحضرتك ممكن تشوفه على اليوتيوب على اي حته، موجود موجود. طيب دور لي انت حضرتك، دور لي على السبب في كده وعالج الامر من اساسه من عندك، من عندك. مش تقول لي عنصريه عشان ايه. خلي بالك، بص هي سكه وحاجات قديمه قوي، يعني احنا برضو اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده في حلقه سابقه وقلنا ساعات ياخدك في حته عشان يتوهك عن حاجه تانية. يعني احنا بنقول الراجل ده خد ماتشين، احنا شايفين الماتشين لا دي عقوبه، مش عايز اقول دي مش عقوبه، دي مش عقوبه، ده انت بتحسس، يعني انت بتحسس عليه وبتطبطب عليه، دي مش عقوبه. يوم هو واخدك في سكه تانية قال يعني العقوبه دي بقى ما يستحقهاش شيكابالا، فياخدك في سكه بعيده خالص، حته العنصريه والتنمر عشان يهرب من التصرف الغير اخلاقي اللي حصل، عشان ما تقعدش تتكلم عن العقوبه الهشه اللي اتاخدت. انا خلصت اللي عندي في الجزء ده وكان لازم اتكلم فيه، انا كنت عايز اتكلم فيه ولكن للاسف حصل، فعشان كده كان لازم اتكلم فيه. ده بعيد عننا جدا 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 كنادي اهلي. بعد ما حضرتك شفت الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.